المصريين لما بيعيشوا حياتهم بيملوا حياتهم بكل التفاصيل بنور ربنا. تشوفه وهو بيتكلم تلاقيه بيحط في كلامه إيمانه وحبه لله ورسوله. هتلاقيهم حروف كلامهم في الحقيقة مش حروف من الهجاء، ولكن حروف من نور. تجد كل كلمة مليانة بمعاني راقية وعالية. بعض الناس بيفهموا الكلام ده صح، بعض الناس ما بيفهموش على وجهه الصحيح، لكن يبقى المصري دايما كل كلامه بيكشف عن حبه لله ورسوله. طبعا انت عارف ان الشغل ما بينفعش من غير ما الناس تكون فيه كتير من الرحمه والحب والود عشان يبقى فيه شغل. طبعا. ايه اهم مظاهر الرحمه وانت بتشتغل؟ يعني ايه اهم مظاهر الرحمه؟ التسامح ما بين الناس مع بعض. التسامح ما بين الناس مع بعض. طبعا، والابتسامه بينهم ومن بعضهم. ايوه. يكون في تفاؤل. عشان الصبح. عشان ساعه الصبحيه بقى. في كلمة الناس بيقولوها لبعض، في ناس كلمة بيقولوها الناس لبعضهم، بيقولوا له ايه؟ فلان ده لا ايه؟ لا يرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تاني. ايه رأيك؟ انت بتسمع الكلمة دي لغاية دلوقتي؟ لا، ده كتير الأيام دي، الكلام ده كتير. الجيل ده زي جيل من 10 سنين، من 15 سنة. ايوه. كان الناس بتحترم بعضها، الصغير كان بيحترم الكبير. ايوه. الآخر الأبناء كانوا بتطلع متربية. يعني أنا مثلا المدرس بتاعي في المدرسة كنت أحترمه، لو في الشارع احترمه اكتر ما هو في المدرسه. يعني انت دلوقتي شايف ان الناس الرحمه قلت شويه؟ لا، الرحمه قلت والبشريه اتغيرت. فالكلمه دي بقت تكتر يكتر استعمالها، ان هو فلان لا بيرحم ولا بيسيب رحمه ربنا. طيب، في بعض الناس بيقولوا ان الكلمه دي انت لما بتقولها بتحس بايه؟ لما بتقول، هل انت مره قلتها لحد ان فلان يعني انت لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل؟ لا، انا ما قلتهاش لحد. طب بصراحة، لما الناس بتقولها بيبقى قصدهم ايه بيها؟ هو بيحاول يفهموا بقى ان الرحمه حلوه. ان الرحمه حلوه. ربنا سبحانه وتعالى فقط، مش عايز يفهموا اي حاجه ثانيه. رحيم. يعني هو بيكلمه، هو ما بيكلمش عن ربنا، بيكلمه هو. بيكلمه هو كشخص عشان يخليه افضل ويخليه احسن. طبعا. بيقول له، كانه بيقول له ان قيمه الرحمه وخلق الرحمه دوت افضل لو انك انت بقيت رحيم هيكون احسن. طبعا. الاسلام اخلاق. يبقى الناس بيحاولوا بقدر الامكان ان كلمه ولا ترحم ولا تسيب رحمه ربنا تنزل، بيحاولوا بقدر الامكان ان هو ينشر الرحمه ما بين الناس. طبعا. يعني دي كلمه عشان نشر الرحمه. هو لما الرحمه تتنشر ما بين الانسان وما بين اخوه المسلم، هيبقى في تسامح، هيبقى في قناعه، هيبقى في كل حاجه حلوه. لا ترحم ولا تسيب رحمه ربنا تنزل، هي ممكن تبقى عمق ايمان وممكن في نفس الوقت تبقى مثلا تراث. كلمه مغلوطه وكلمه متوارده لا يصح ان احنا نرددها على لساننا، لان رحمه ربنا لما تنزل ما فيش كائن من كان في الكون هيقدر يحجز هذه الكلمه عن الرحمه. اما واحد يبقى جبروته عالي قوي وقد ايه شرير وعنيف،
ومش عايز يسمح بأي حاجة، فيقول لك ده مش عايز يرحم ومش عايز رحمة ربنا تنزل. الإنسان ربنا اداله وخلاص ما كانش معاه، وربنا اداله بقى يطعنطز على ده ويطعنطز على ده ويفتري على ده ويفتري على ده، شايف نفسه بقى شندوق شوية مش عارف ايه هو ده. المصريين لما بيقولوا لا يرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل، ما بيكونش قصدهم ابدا ان هم يقولوا ان فلان اللي ما بيرحمش ده بيمنع رحمة ربنا ان هي تنزل، لكن قصدين حاجة مهمة جدا، قصدين ان هم يعملوا بسنتين من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هم يقولوا الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحم الناس. طب اذا ما قدرش يرحم يجي على طول السنة الثانية، حديث أبو ذر، حديث أبو ذر لما سأل إذا أنا ضعفت عن شيء من الخير فماذا أفعل، فقال صلى الله عليه وسلم يكف أذاه عن الناس فإن هذه صدقتك على نفسك. فهم المصريين أخذوا السنتين من رسول الله، سنة إن هو يرحم، طب إذا ما قدرش يرحم قالوا له تسيب رحمة ربنا، تسيب الناس تحس برحمة ربنا. المصريين ما كانش قصدهم أبداً إن هو هيقدر يمنع رحمة ربنا إن هي تنزل، لكن هما بيقولوا له يا فلان إذا أنت ما رحمتش الناس حاول تخلي الناس تخلي بينهم وبين رحمة ربنا عشان يذوقوا حلاوتها ويعيشوا مع رحمة ربنا. إن المصريين ما كانوش أبدا بيقولوا إن هو هيمنع رحمة ربنا، لكن هما زي ما قالوا لما حكى القرآن عن بعض أوهام الناس إن الذين يؤذون الله ورسوله، ما حدش يقدر يؤذي الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا بيحكي مذهب الخاص، بيحكي اللي هيحس بيه فلان ده، بيقول له اوعى اوعى ما ترحمش، واوعى كمان تظن ان انت هتقدر تمنع رحمة ربنا ان هي تنزل. لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنزل، تحذير من الناس على ان يكون هذا الشخص مانعا لرحمة الله. ساعات المصريين بيقولوا لما يكون في حاجه عايزين يعملوها وتبقى صعبه عليهم يقولوا احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. والباقي على ربنا. انت في رايك المصريين امتى بيقولوا الكلام ده؟ اما يبقى عايزين يوصلوا لحاجه وبيحاولوا على قد ما بيقدروا ان هم يوصلوا لها. يعني انت بتحس بايه لما بتسمع احنا اللي عملنا اللي علينا والباقي على ربنا؟ اكيد يعني ان شاء الله ربنا، انت النيه من جوه تبقى سالكه لله، اكيد ان ربنا بيكرمك بعد كده ان شاء الله بتقدر تجيب اللي انت عاوزه. وفي نفس الوقت يعني دي كلمه مش بتقر، بتفتكر الكلمه يعني اللي انت قلتها او ربنا سهلها لي في يوم تاني وقدرت. يعني دي كلمه مش معناها عند حضرتك مش ان الموضوع انتهى وخلاص، لا لا الموضوع ما انتهى، لسه ما انتهاش، يعني في لسه حاجه منتظره انت من الله سبحانه وتعالى. يعني انت بتقول جزء ومنتظر الجزء الثاني من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. مش الناس لما بتقول الكلام ده انت بتحس ان هم بيرتاحوا وبتحس ان هم ايه اللي بتحسه لما بتسمع الناس بيقولوا احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا؟ والله الكلمة نفسها يعني بتريح البني آدم من جوه، ويعني أما يبقى مثلاً في ساعة الضيقة بتاعته في خلال الشغل وكده، فبيقدم الراجل اللي هو نازم البيت بيقدم المشيئة، واخد بالك؟ ممكن نصها بيحصل المشيئة والنص التاني بيحصل ما بيحصلش، فاللي هو ما حصلهوش النهارده فإن شاء الله ربنا هيكرمه فيها. فيقول احنا عملنا اللي علينا. فأنا خلاص عملت اللي عليا، فأنا يعني انا اجتهدت وبذلت وسعي وعملت كده كل اللي انا اقدر عليه. يعني مثلا ممكن يجي لي مثلا اوردر اطلع بيه اسكندريه اجيب ناس مثلا بالصيف هناك، فانا بجاهد ان انا اتوقع الله عشان توصل تلحق لهم. ممكن اروح هناك يحصل اي دروب في السكه، يحصل اي دروب مع الناس، بتفتكر بقى فخلاص انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا، فربنا عمره ما هيرديني البيت مجبور الخاطر مثلا، لازم هيرضيني. يعني المصريين بيحسوا ان ربنا لا يمكن يردهم الا وهم مجبورين الخاطر. ان شاء الله اكيد. اي واحد بيتزنق بيقول احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله، يعني عنده عيل مريض عنده بتاع وداه للدكتور
بولاد انا وديته للدكتور وعملت اللي عليا والباقي على ربنا. هو قصده يقول لك ايه؟ احنا بنسعى زي احنا بنسعى والباقي على ربنا. كل واحد بيدعي او بيتقرب ربنا حسب ما هو عايز، وبعد كده ربنا هو اللي بيوفق. ربنا يعني ادينا موهبه ان نعمل العمل بتاعنا، كان دكتور او ميكانيكي او صنايعي او حرفي او الى اخره او مهندس، فبيعمل الحاجه اللي قدر يعملها باخلاص وضمير، والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. المصريين لما بيقولوا احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، محدش يفتكر ابدا ان هو بيقول انا عملت اللي عليا وسبت شويه من اللي انا عليا لربنا، او انا عملت اللي عليا وبقيه الحاجات اللي فاضله يعملها ربنا. لكن الحقيقه ما بيقولوش كده. المصريين بيكونوا مليانين بالعمل، بقوله تعالى على لسان سيدنا شعيب: ان اريد الا الاصلاح، احنا عملنا اللي علينا، وما توفيقي الا بالله، والباقي على ربنا. الباقي على ربنا ده اصل الحكايه، كل الحكايه. اللي احنا عملناه ده كله ما يسويش حاجه، احنا عملنا اللي علينا صحيح، بس ما يسويش اي حاجه بغير توفيق الله سبحانه وتعالى. احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. الباقي اللي هو ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. ويبقى المصريين لما بيقولوا احنا عملنا اللي علينا منتظرين الفرج من ربهم، ومنتظرين النعمة والفتح والنور والعطاء. الكلمات دي مش من النهاردة، قديمة. يوم قولوا الله انت الحلق للي بلا وتان، اللي عايزه ربنا هو اللي بيكون. لا يمكن ابدا يكون المصري وهو بيقول يدي الحلق للي بلا ودان، لا يمكن يكون قصده يعترض على قضاء ربنا. ان شاء الله بصحى الصبح اقوم على اغسل وش على اكل عيشه، اروح نجيب شويه تين ايوه ونفرش بوم على العربيه وانا ورزقي بقى. حصل لك مره ان انت في يوم من الايام كنت اليوم كان صعب زي ما بيقولوا الناس، يعني ما كانش في حاجه، وبعدين اخر يوم جه ممكن يكون تعب، بس مش اكتر من كده. يعني ممكن الواحد يبقى تعبان يشتغل ويجي اخر الليل عايز يريح له ساعتين مش قادر من الشوك والتعب والنهار كله والحر. نجعل في ميزان حسناتك يا رب ويوسع عليك رزقك يا عم. طب انت حضرتك بتشيل هم الرزق؟ ربنا وبيسهل يوم كده ويوم كده وهي ماشي يعني. طب الناس كتيره بتقول العباره دي، انا عايز اسال حضرتك بتحسها ازاي؟ عباره العبد في التفكير والرب في التدبير، انت بتحسها ازاي؟ لا انا مثلا ده كل يوم ورزقه، انا ما بقطعش على ارزاقي، وبيحس ان ربنا سبحانه وتعالى مدبر له اموره ومسهلها له، وبيحس ان ربنا كل حاجه عايزها، كل ما يدعي ربنا الواحد اي حاجه عايزها بيتمناها بيلاقيها. لو انا قلت لك دلوقتي العبد في التفكير والرب في التدبير، هتحس بايه؟ تحس براحه نفسيه كده. تحس براحه نفسيه؟ تحس براحه ان انت ارتاح، صح. ما تخافش على رزق. يعني تراث وارثينه من زمن، من يعني من الجدود. الكلمات دي مش من النهارده، قديمه. احنا بس ما الا يعني مخلوقات بنتحرك بامر ربنا في اي شيء. لما بكون في موضوع قدامك عايز تخلصه، مثلا جواز، عايز تعمل مشروع، العبد في تفكيره، يعني انت فكر وربنا هو اللي هيسر لك الامور. يعني استخلاص الايمان الحته دي.
سلام على إيمان المصريين لما بيظهر في كلامهم ويظهر في كل تفصيلة من تفاصيل حياتهم. يا سلام لما يجي المصريين ويقولوا العبد في التفكير والرب في التدبير، بيعيش وهو بينفي عن نفسه أي قدرة على أنه يعمل أي شيء، كل اللي بيعمله فقط أنه بيفكر وربه بيدبر له كل أموره، بيعيش مع الله سبحانه وتعالى بلا حول ولا قوة إلا بالله، حاسس بأنه فعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، حاسس بأنه كل اللي بيعمله بس أنه بيفكر، لكن اللي بيدبر له واللي بيرزقه واللي بيفتح عليه بيتحقق بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المصريين لما بيعيشوا يفكروا، مش بيفكروا عشان يرزقوا أنفسهم، لكن بيفكروا عشان يأخذوا بالأسباب. لما بتسمع كلام الناس الكبار بتسمعهم وبتحس ان في كلام بتقبله وكلام ما تقبله، صحيح؟ تمام. في هل عندك نموذج تقبله من الحاجات الكلام اللي انت مش عاجباك وبترفضه؟ يعني في ناس كبار مثلا بيعلقوا على شعري يقولوا احلى شعرك مثلا، ما بيعجبكش الكلام ده؟ انا ما بيعجبنيش الكلام ده. طيب خليني اسالك، انت واصحابك ساعات بتحسوا ان في حاجات غريبه بتبقى بتشوفوها؟ يعني مثلا انت تشوف واحد عنده حاجه هو مش محتاج لها، وحد تاني عنده حاجه محتاج لها. في كلمه معينه بتلاقي المصريين بيقولوها في الوقت ده؟ ايه بقى؟ دي الحلقه اللي بلا ودان. طيب الكلمه دي انت لما تسمعها بيبقى ايه فهمك ليها؟ ان مثلا يعني في واحد بياخد حاجه ممكن غيره يستفيد منها اكتر منه، يعني مثلا في واحد ربنا بيدي له حاجه مثلا بس هو ما بيستفيدش منها كده يعني. طيب هو انت ممكن تحس عادي بتحس المصريين بيعترضوا على قضاء ربنا وهم بيقولوا كده؟ لا هم مش قصدهم اكيد ان هم يعترضوا على قضاء ربنا، هم قصدهم يعني حاجه بسيطه كده، يعني قصدهم مش فاهمين بالظبط. يعني في كان في حد مش فاهم يعني. طيب هو انت بتقول الكلمه دي؟ انا لا ما بقولهاش صراحه. طب سمعت اصحابك بيقولوها؟ سمعت ناس كتير بيقولوها في محيط اصحابك بيقولوها، يعني الناس لسه بيقولوا الكلمه دي، يعني الكلمه لسه حيه ونشيطه وكده. طب في رايك ليه حيه ونشيطه عند الناس؟ يعني هي كلمه من زمان فكل الناس بيسمعوها بيرددوها يعني. طب انت مش فاهمينها يعني. طيب انت تحس ان الكلمه كل ما كانت فيها قوه كل ما عاشت؟ يعني هو المثل عشان مثل وبيتداول بين الناس فعشان كده هو، بس الموقف مازال موجود. الموقف حضرتك تفتكر ايه المواقف، في ايه تاني غير ان هم يشوفوا حاجه تانية مع حد وهم ايه مواقف تانية ممكن يقولوا الناس فيها يدي الحاله البلا ودان؟ هو مفيش مواقف تانية، مواقف الموقف ان يكون مثلا واحد معاه حاجه وواحد تاني